عايز تعرف مشاكل البلد الاقتصاديه، تعال شوف معايا اللقاء اللي كانت فيه الدكتوره عاليه المهدي عميده كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه سابقا اللي هي في جامعه القاهره مش في حته تانية، لما طلعت مع مصطفى بكري وقالت رسائل للنظام من قلب القاهره، رسائل صدمه جدا لدرجه ان مصطفى بكري نفسه ما كانش متوقع ان الكلام ده ممكن يطلع ويتقال في برنامجه وهو قاعد مش عارف يعمل حاجه. هيقول عليها ايه اخوان؟ مش هينفع، مش اخوان. طب هيقول عليها شغاله ايه، طالعه في مكملين؟ لا دي طالعه معاك انت. ليه؟ لان اللي حصل وقالته الدكتوره عاليه المهدي كانت فضيحه جديده لسياده الجنرال الفاشل. الاعداد بتاع برنامج مصطفى بكري كان عامل ايه؟ كانوا كاتبين له اسئله تقليديه عن ايه، دكتوره ما رايك في الاقتصاد وتاثير كورونا وحرب اوكرانيا، ازاي اثروا على الاقتصاد المصري؟ فهم مستنيين ان الدكتوره بتقول اه والاقتصاد باظ. الدكتوره ردها كان صادم ليهم، قالت لهم الحرب بتاعت اوكرانيا والحرب بتاعت غزه والكورونا والاخوان والكلام ده كله مش هم السبب في الأزمة والفشل الاقتصادي اللي البلد فيه. رد صاعق، صاعق مصطفى بكري لدرجة ان مصطفى خرس معرفش يرد. فبدأ يقول لها ايه، طب سعر القمح اللي بنشتريه يا دكتورة ارتفع. تقول له طب ما سعر الغاز اللي احنا بنبيعه برضه ارتفع، بقينا بناخد اكتر وندفع اكتر عادي. يقول لها دكتور طب اسعار النفط ارتفعت. تقول له طب دخل قناة السويس وصل لرقم قياسي، ارتفع هو كمان. عموما حاولنا نرصد مع بعض كده التصريحات الخبيرة الاقتصادية الأكاديمية المصرية بتاعت جامعة القاهرة الدكتورة عالية المهدي. تعالوا نقرأ كده مع بعض أهم التصريحات اللي قالتها الدكتورة عالية في مقابلتها مع مصطفى بكري. قالت إيه؟ قالت الأزمة بتبهوأ والبلد اقتصاديا بتنهار. قالت السياسات المالية للدولة توسعية والسياسات الاقتصادية انكماشية، مفيش مجال للاجتماعات ولازم نتحرك ومش محتاجين لحوار وطني، ما عندناش اقتصاد بينتج، الانتاج بينمو بمعدل ضعيف. وقالت كلام مهم جدا عن القطاع الخاص، قالت القطاع الخاص دوره محدود جدا حوالي 2%. القطاع الخاص يطرد من السوق المصرية. كلام الحكومة مش حقيقي، بتواجههم بقى بإيه بنفسهم، إن كلام الحكومة مش حقيقي، مفيش بيئة محفزة للقطاع الخاص، مش هيحصل أي تغيير إذا لم يتم وضع السياسات المناسبة لعمل القطاع الخاص في مصر. كلام مين ده يا جماعة؟ كلام الدكتورة عالية المهدي من قلب القاهرة. الحقيقة اللي أنا متأكد منها إنه هي بتتكلم الكلام الأكاديمي المحترم ده كان في فيلا ما أو قصر ما في مكان ما في القاهرة وأجوارها، كان قاعد سيادة اللواء، لواء ما من اللواءات الكتار، بيتفرج وبيهز دماغه في تعجب شديد وقرف كان باين على وش سيادته، وبيقول وهو مش عاجبه كلام الدكتورة عالية، بيقول يعني لمراته ولا اللي قاعدين حواليه، يعني هي عالية المهدي اللي هي خبيرة اقتصاد دي والخبراء الاقتصاديين دول هيفهموا أكتر مننا، إحنا هيفهموا أكتر من اللواءات؟ ده إحنا الوطنية، ده إحنا البلد، ده إحنا الذي والذين. للأسف اللي مدورين البلد عقول فارغة، والناس اللي تقدر تمشي البلد صح يا إما مسجونين يا إما مطرودين يا إما محدش بيسمع لهم.